أعزى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير المياه والري محمد النجار بإرسال لجنة فنية ميدانية عاجلة إلى منطقة الجفر لدراسة أسباب معاناة المواطنين هناك من روائح مادة الكبريت. وطلب كريشان والنجار من اللجنة التحقق من الشكوى في الميدان وأخذ عينات من مياه الشرب في منازل المواطنين وفحصها في المختبرات. كما قرر الوزيران إغلاق بئر المياه رقم 131 في الجفر الذي تصدر منه رائحة الكبريت حفاظا على سلامة مياه الشرب التي يتم تزويد منازل المواطنين بها. ومعنا من أم الرصاص رئيس لجنة بلدية الجفر الأستاذ عنبر الغيتان، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ عنبر، ما الذي حدث بالضبط في المنطقة التي تم توجيه اللجنة إليها، وهل كان هناك أي سوابق لصدور مثل هذه الرائحة في هذه المنطقة؟ مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة المملكة. مساء الخير. ونشكر اهتمامكم بقضايا تخص المواطنين. أثناء زيارة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية إلى بلدية الجفر، تقدم بعض المواطنين بشكوى تخص انبعاث رائحة لمادة الكبريت في المياه التي تصل إلى منازلهم، وعلى أثرها تم عقد اجتماع طارئ برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ووزير المياه والجهات المعنية، فتم تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة وقامت بالكشف الحسي. اليوم صباح اليوم الساعة 10 انتهت الجولة الساعة 2، تم أخذ عينات من مياه الآبار المغذية لمنطقة الجفر ومن بعض المنازل للتأكد من سلامتها، وعلى ضوء الفحوصات المخبرية يتم رفع التوصيات لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية. أستاذ العزيز، لم تشهد سوابق، لكن انبعاث مادة الكبريت يشكو منه المواطنين، لكن لم تأتي أي حالة مرضية أو حالة لا سمح الله لا قدر الله. لكن كان هناك شكاوى سابقة. شكاوى سابقة انبعاث رائحة من مادة الكبريت في نسب معينة يتم، وهم يتأكد يقول أنها غير صالحة للشرب. حاليا لم تأتي إن أي ملاحظة بخصوص حالات مرضية سابقة نهائيا، لكن إحنا من حرصنا على سلامة المواطنين ومن حرص معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية للتأكد من سلامتها، ولن يضخ أي مياه تكون لا سمح الله فيها مادة الكبريت وتكون ضارة على صحة المواطن. بئر الكبريت اللي هو رقمه 31 متعطل منذ 6 أشهر تقريبا، أو من شهر 6 تقريبا، بسبب إعادة عمل لخط متهالك. المياه البيرين المغذيات لمنطقة الجفر تم التأكد منهن، وتم التأكد من المواطنين أنهم صالحات ولا ويشربوا منه بشكل طبيعي وما في أي أضرار. نعم، لكن هل هناك بئر تم إيقافه وكان يوجد فيه ما؟ اللي هو سيدي بئر الكبريتي، البئر الكبريتي رقم 31، أوعز معالي نائب رئيس الوزراء في حال أنه لا سمح الله يكون في ضار ويكون في أذى لصحة المواطن يتم إيقافه بشكل قطعي. ما هي الإجراءات التالية بعد زيارة اللجنة؟ اللجنة أخذت عينات من الآبار ومن منازل المواطنين للتأكد من سلامتها ورفع التوصيات والحلول المقترحة لمعالي نائب رئيس الوزراء. يعني يمكن أن يكون هناك رائحة لكن المياه تكون نظيفة؟ نعم، لأنه نسبة الكبريت يكون فيها نسب معينة، هذا يتم تحديده من خلال الفحوصات المخبرية. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أم الرصاص رئيس لجنة بلدية الجفر الأستاذ عنبر الغيتان. معنا أمين عام وزارة المياه والري الأستاذ بشار البطيني، أهلا وسهلا بك معنا. ما هو السبب في هذه الرائحة التي يشكي منها السكان؟ الله يمسيك وبنوان النبي. هلا سيدي، كيفك وشو أخبارك؟ الله يسعدك حبيبنا. إحنا في منطقة الجفر عندنا 3 آبار، بيرين عاملات وفي بير ثالث هو اصلا متوقف، وبير مستخدم في حالات طوارئ
متوقف من 15/6 من هذه السنة. هذا نستخدمه فقط في إذا كان في عندنا حاجات مائية أو حالة طوارئ. كميات المياه الواصلة في مدينة الجو في منطقة في مدينة الجفر تقريبا إحنا هي المنطقة الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية التي تتزود بالمياه بمعدل 24 ساعة على 7 أيام في المملكة كاملة. موضوع بئر الجفر ومراحة الكبريت الموجودة هي فقط عندنا واحد من آبار اللي هو حاليا متوقف. هذا البئر موجود في كبريت ولذلك نستخدم له طريقة معالجة اللي هي برج للتهوية. هذا برج التهوية هو طبعا عشان عملية تطاير العميل للكبريت الموجود داخله. فراحة الكبريت تعرف تنتشر، فاحنا بتوقع انه راح يكون في يعني الناس كانت تشم ريحه الكبريت، فعندي اعتقاد انه الكبريت اصلا موجود في الميه او المي بيشربوها وبتعاطوها. ولكن اليوم حتى بعد توجيهات اللي كانت موجوده امبارح حسب ما اعلنت نزل فريق طبعا مكون من وزاره المياه ووزاره الصحه ووزاره البيئه ومندوبين طبعا عنهم ومندوب عن كمان الجمعيه العلميه الملكيه اضافه للاداره المحليه، و سوينا كل الإجراءات اللي هي الاحترازية أو مش الاحترازية عفوا، خلينا نقول أخذنا عينات من المنازل وكذلك عينات من الآبار والحمد لله الواقع المائي جدا جيد. صدرت نتائج هذه العينات؟ نعم صدرت نتائج العينات طبعا طبعا. شوف احنا دائما خاصة بموضوع المياه، نوعية المياه موضوع بالنسبة لنا خط أحمر ما في نقاش نوعية، لذلك في عنا دائما عمليات مراقبة دورية، إضافة لذلك في عنا عمليات مراقبة دائما على المياه، ودائما احنا دائما عنا تليفونات موجودة، أي إنسان بيشتم أي رائحة أو بشك بأي طبيعة مياه مباشرة يتواصل معنا، فرقنا موجودة على مدار 24 ساعة لأخذ لتلافي أي مشكلة، والحمد لله أنا بأكد لك منطقة الجفر ما فيها أي مشكلة وكميات المياه كافية وزيادة. ما فيها نفط؟ الناس تتحدث هناك بأنه النفط على الأرض. النقص؟ النفط؟ النفط؟ نفط على الأرض؟ الناس ترى بعض البرك وتعتقد بأنها برك نفطية، ما رأيك؟ لا 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 ما في من الحكي سيدي، لا ما في لا نفط ولا أي شيء، هاي يمكن قد تكون مياه أو قد تكون تجمعات مائية بسيطة، بس لا ما في عنا لا نفط ولا أي شيء، ما شفنا أي نتائج، وإحنا علينا إحنا بمصادرنا المائية وتزويد المائي. يعني هاي المواضيع ما تدخل بالحديث عن المصادر المائية والتزويد المائي. حاجات الناس في المنطقة لن تتأثر أبدا بعد إغلاق البئر أو استمرار هذا البئر بالإغلاق الذي تحدثت بأنه كان مغلقا سابقا. ما هذا البئر مغلق من تاريخ 15/6 بأكد لك، من تاريخ يعني من بداية الصيف ولغاية يوم من هذا ولا في أي نقص. وبرجع بحكي لك منطقة الجفر هي المنطقة الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية التي تتزود بالمياه على مدار 24 ساعة ل 7 أيام، يعني الكمية كافية. عقبال كل المناطق إن شاء الله. عقبال، فلذلك تقريبا حصة الفرد بحدود 170 لتر باليوم، يعني وهي يعني هاي شغلة نحن نتمناها ونحلم بها إن شاء الله، وما في أي مشاكل. وروائح الكبريت هي مجرد رائحة تتطاير من البرج تهوية الكبريت، وهذا راح زي ما اكدت لك هذا نستخدمه فقط للطوارئ او في حاله اي نقص مائي فقط لا غير. نعم شكرا جزيلا لك امين عام وزاره المياه والري بشار البطين.